إذن تتجه أنظار عشاق كرة اليد إلى مباراة قمة النصف النهائي من كأس أمم إفريقيا لكرة اليد بين المنتخبين الجزائري والمصري اللذان يلتقيان في مواجهة بطعم خاص، والفائز منها سيكون طرفا في النهائي الموعود الذي سيحدد حامل اللقب والمتأهل إلى عرس طوكيو. ورقة في الموضوع لمحمد بوعلم سامي. بذكريات الماضي القريب تحيي اليد الإفريقية تركيبة الدور النصف النهائي من الكان الجزائر مصر، ومن لا يتذكر الريمونتادا الجزائرية سنة 2010. لقاءات الشقيقين الجزائر ومصر دائما ما كانت ثرية وبطعم جد خاص في شتى الرياضات والتخصصات. أكيد منتخب قوي، يعني أكيد أي طرف يوصل قبل النهائي في بطولة أفريقيا ده أكيد منتخب قوي يعني. زملاء المتألق الدبابة مسعود بركوس، ورغم انهزامهم الأخير ضد نسور قرطاج ووقوعهم بفعل ذلك أمام جدار الفرعون المصري المتين في النصف النهائي، إلى أنهم يطمحون لتجاوز الجدار ومواصلة الطريق للنهائي والتاج الإفريقي وكذا حلم الظفر بتأشيرة أولمبياد طوكيو. احنا راح ندخلوا بكامل قوانا بنية الفوز ان شاء الله ونترشحوا النهائي ان شاء الله. احنا راح نقدموا كاع واش علينا، احنا راح نديروا كاع واش علينا باش نكونوا في النهائي. هذه سي فري المقابله تاع الدمي فينال غادي نلعبوها، غادي نلعبوها كونت المنتخب المصري، والمنتخب المصري عنده تقاليد في كره اليد، وان شاء الله نحاول نحضر لهم كويس. ومنتخب الجزائر منتخب يعني كويس جدا، وهو يعني راجع بقوه البطوله دي، وان شاء الله يبقى ماتش كويس يعني. لقاء آخر مليء بالندية والإثارة بين بلدين شقيقين وعلى أرض شقيق آخر، الخضر والفراعنة، موعد لا يمكن تفويته.